بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نعيش وإياكم مع هذا الحديث النبوي الشريف الجليل الذي جمع خصال الخير كله، وفيه إصلاح لحياتنا بشتى مرافقها الاجتماعية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أشعث أغبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى ذلك؟ في هذا الحديث النبوي الشريف يبين النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أن من أسباب عدم استجابة الدعاء، من موانع استجابة الدعاء، الكسب الحرام، المطعم الحرام، المشرب الحرام، الملبس الحرام، المركب الحرام. ما أحوجنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى هذه المعاني في هذا الزمان الذي بات فيه المرء لا يبالي من أين كسبه، أمن حلال أم من حرام. بات فيه المرء لا يبالي من أين مسكنه، من أين مشربه، من أين مطعمه، أمن حلال أم من حرام. همه الوحيد أن يجمع المال، وأن يجمع الدولار، وأن يجمع العقار، وأن يكدس الأموال، وأن يخزن الأموال والنقود والدولارات، وليس له أدنى هم من أين مصدر هذا الكسب. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الحرام لا يدوم. الحرام وإن كثر فإنه إلى زوال. الحرام سبب من أسباب نزول سخط الله تعالى. الحرام سبب من أسباب انتزاع البركة. الحرام سبب من أسباب دخول النار. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: أيما جسد نبت من حرام، أيما لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. أيما لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. فإياك والحرام، إياك والكسب الحرام. علم أبناءك أن يتحروا الحلال. عليكم بالحلال وإن قل، وإياكم والحرام وإن كثر، لأن الحرام لا بركة فيه. والحرام من أسباب موانع استجابة الدعاء، كما قلنا كان أنس رضي الله عنه مستجاب الدعاء، فسئل عن ذلك قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وسألت نفسي: أمن حلال أم من حرام؟ ما أحوجنا إلى هذه القيم، ما أحوجنا إلى هذه المعاني، ما أحوجنا إلى هذه المفاهيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وكما هو أهل لذلك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، بفضلك وإحسانك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.